مرحبا بكم مجددا، وهذه حلقة جديدة نواصل من خلالها تتبع الخطوات الحثيثة التي خطاها الباشا البكاي وهو في منفاه الاختياري بفرنسا من أجل عودة السلطان محمد الخامس إلى العرش وحصول المغرب على الاستقلال. الحلقة السابقة كانت مسرحاً للتعرف على شخصيات مغربية وأخرى فرنسية لعبت دوراً هاماً في دعم الباشا البكاي في خططه نحو إعادة السلطان محمد بن يوسف. حلقة اليوم تعتلي مسرحها شخصية أخرى ساهمت بدورها أيضاً في بلوغ الهدف المنشود، إضافة إلى سلسلة أحداث هامة. إلى جانب الصحافة الفرنسية مثل لوموند ولوفيغارو التي عززت موقف البكاي، لا ننسى الدور الكبير والفعال الذي قام به رجال الأعمال الفرنسيون في تقديم يد العون للبكاي، وعلى رأسهم جاك لوميغ دوبروي مدير مجموعة شركات الزيوت المعروفة لوسيور. أما جان فيدرين الذي كان كاتباً عاماً للفيدرالية الوطنية لأسر الحرب عام 1945-1900، ثم لاحقاً مديراً مساعداً لديوان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، والذي كان أيضاً والد أوبر فيدرين وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، فقد جمعته صلة وطيدة وصداقة كبيرة بالبكاية. كان جان فيدرين حينها مديراً عاماً لمجموعة شركات العطور الشهيرة كارفن، كما كان عضواً بجمعية سنتر ديتود اي دو دوكيومونتاسيون التي تضم مجموعة من الشباب الفرنسي الرافض للأفكار الاستعمارية، والذي طالب آنذاك الجمهورية الرابعة بالتفاوض السلمي مع مستعمراتها. بناء على ذلك بذل أعضاء هذه الجمعية قصارى الجهود في سبيل دعم البكاي وتعزيز مواقفه، فكانوا يجولون كل أرجاء فرنسا لإعطاء محاضرات تشرح مواقفهم تلك، وفي كل محاضرة كان البكاي يلقي كلمة يوضح فيها للفرنسيين الأزمة السياسية التي يتخبط فيها المغرب في ظل الاستعمار. كل هؤلاء وآخرون غيرهم لم يأتي ذكرهم في الوثائق التاريخية أيدوا البكاي في مواقفه حتى آخر نفس، لما رأوا فيه من ثبات على المبدأ ورجاحة واتزان واضحين. كيف لا وهو الذي يمثل لهم الضابط السامي الذي أخلص في عمله طيلة فترة خدمته العسكرية إلى أن فقد رجله في الحرب العالمية الثانية، فاستحق بذلك أرقى الأوسمة الحربية والشرفية منها رتبة كولونيل، وهو كذلك رجل السياسة المحنك والشجاع الذي لا يلين فيما يخص تعلقه المتين ولا مشروط بوطنيته وبملكه المفدى طيب الله ثراه. فقد كان دفاعه المستميت عن القضية الوطنية يرتكز بالأساس على هذه النقطة بالذات، حيث كان يردد دائماً لا حل ولا نقاش ولا تفاوض دون رجوع الملك الشرعي للبلاد السلطان محمد بن يوسف إلى عرش أسلافه، وبذلك كان رجل الاستقامة بامتياز بالنسبة للجميع. مؤتمر إكس ليبان بفرنسا. بعد اشتداد الأزمة السياسية بالمغرب عقب الفراغ المؤسساتي الحاصل إثر رفض المغاربة الاعتراف بابن عرفة كسلطان للبلاد، رضخت السلطات الفرنسية لمبدأ قبول التفاوض مع الشخصيات السياسية المغربية والممثلة للتوجه الراغب في تسيير المغرب من طرف أبنائه وتوجيهه نحو الاستقلال.
ولذلك تم عقد لقاء بين الأطراف المغربية والفرنسية في مؤتمر إكس ليبان بفرنسا، أسفر بعد نقاشات انطلقت يوم 23 من غشت من عام 1955 ودامت 5 أيام، أسفر عن اتخاذ قرار تنحية ابن عرفة عن العرش، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية مغربية تضم مختلف المكونات السياسية، وذلك في أفق التفاوض مع الحكومة الفرنسية من أجل إدخال إصلاحات على نظام الحماية. وكان الوفد الفرنسي المفوض الذي حضر مناقشات إكس ليبان يتكون من إدغار فو رئيس الحكومة، وسيد بيني وزير الشؤون الخارجية، والجنرال كوينغ وزير الدفاع، وغوبير شومان وبيير جولي، بينما كان الوفد المغربي يتشكل من 37 شخصية على رأسهم الباشا البكاي بن بارك لهبيل، والحاج الفاطمي بن سليمان، والحاج محمد المقري، إضافة إلى ممثلي الأحزاب، وهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازدي وعمر بن عبد الجليل وعبد الهادي بوطالب وغيرهم من الشخصيات السياسية. إن قرار الإقامة العامة بنفي السلطان سيدي محمد بن يوسف أدى إلى انتشار سخط عارم وسط الشعب المغربي. واجه السلطان محمد بن يوسف هذا الحدث الأليم الذي وقع في تاريخنا الوطني بعزم وثبات، معتمدا على إيمانه وإخلاص شعبه الوفي الذي لم يقبل أبدا أن يبعد عنه الأب الروحي للوطنية المغربية. في هذا السياق اندلعت آنذاك أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي، وأمام هول وشراسة المقاومة من جهة والمساعي الدبلوماسية الحثيثة التي سلكها البكاي من جهة أخرى، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى وطنه والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. عودة السلطان بن يوسف. عشر من نوفمبر من عام 1955 حطت الطائرة القادمة من فرنسا بمطار سلا وعلى متنها السلطان بن يوسف وولي عهده المولى الحسن الثاني، يرافقهم الباشا البكاي، ليعود بذلك السلطان بن يوسف من جديد إلى العرش، معلنا بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال. حلقة اليوم تنتهي هنا، ترقبوا حلقة مقبلة حافلة بالأحداث التي عاشها البكاي بن بارك لهبيل في رحلته نحو بلوغ الهدف حصول المغرب على الاستقلال. هذه هدى نصر الدين البكاي تحييكم، وإلى الملتقى بمشيئة الله.